شلاي يا شلاي. شو اللي عليك؟ شو اللي عليك؟ الله يضربك يا راشد، الله يضربك يا راشد، ما تبي تخليني يا عيارتي. بعضهم ما عندك، المهم وش قالوا لك؟ وش اللي ينفع غير الغسيل؟ والله والله يقولون ما ينفع معك الا التبرع، ويقولون لازم قبل شهر، ولا يقولون والله تموت. بسم الله عليك، الله لا يقوله. الله يطول لي عمرك ويخليك عاد. هذا المكتوب، هذا المكتوب يا راشد، وما اقول والله الا الله. الله يجازي اللي كان السبب. شوف انا اخوك، انا غلطت معك ولازم اصلح غلطتي. وش تبي تسوي يا اخوي يا راشد؟ انا اللي بتبرع بالكليه. لا الله يطول لي عمرك ويخليك، الله يسلمك ويخليك. لا لا والله، لا والله، واشكرك يا اخي يا راشد على مشاعرك الطيبه. لا والله ما تردني، تلوتي لك. الله يطول لي عمرك يا اخي يا راشد، الله يطول لي عمرك يا اخي يا راشد. والله العظيم خنقتني العبره، والله العظيم خنقتني العبره. بس ما ادري وش اقول لك يا اخي يا راشد. هالمستشفى هنا يقولون ما يقبلون واحد يتبرع وهو حي. يعني اموت نفسي؟ لا الله يطول لي عمرك، الله يطول لي عمرك ويخليك، ويخلي يومي قبل يوم قلامي. بس هي اذا انت اشوفك يعني مصر وملزم، لي واحد خوي لنا يقول يعرف له واحد يزين اموره ويعرف يسنع اموره، يقولون في الهند، يقول عندهم في الهند يقدرون يشلون من الحيين مثلك. الله يطول لي عمرك، واذا انت ملزم نطلع للهند الله لا يهينك، ويشوفون يفحصون تسليك ويشوفون هي تطابق مع تسليتي ولا لا. هجل مشينا للهند؟ مشينا. يا راشد يا ابوي، والله ما ادري وشلون ارد جمايلك. والله والله يا اللي سويته فيني ما يسويه اخوه في اخوه. ابد يا اخوي، خذ كليتي وصار عندك فشل رجعها لي. ملك وانا اخوك، لو تبي عيوني اعطيتك اياهن.